جبهة المصلوبة غرب محافظة الجوف تشتعل فيها المعارك تارة على ميمنة الجبهة وتارة أخرى على ميسرتها في منطقة الساقية. هذه الجبهة وحدها نفذت أكثر من 5 عمليات فاشلة للحوثيين لم تأخذ منها سوى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. شهدت جبهة سدح وملحة مواجهات شرسة تركزت على محورين، الأول في المنطقة الرابطة بين مديرية الغيل والمصلوب، والأخرى على ميسرتها بالقرب من الساقية. المعارك أتت مع قدوم تعزيزات للقوات الحكومية إلى مديرية المصلوب قبل ساعات من الهجوم، وهو ما جعل جماعة الإرهاب الحوثية تخسر عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها إثر المعارك. تمكن أبطال محور الجوف بعد 3 ساعات من الاشتباكات من صد الهجوم بشكل كامل. أما سلاح الجو من الطيران والمدفعية كان قد ترصد بشكل دقيق لمواقع وتعزيزات الحوثيين في ذات الجبهة. في جبهة المتونة وحامة فقد استهدف الطيران أيضاً بضربات مختلفة لأطقم عسكرية كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية كتعزيزات لها، أسفرت عن مصرع جميع من كانوا على متنها. بالنسبة للطيران يعني استهدف عدة مدرعات ودبابات يعني في جبهة المصلوب ووسلان، والآن يعني تم إحراق أكثر من 10 عربات لهم من غير المعدات الأخرى المدفعية، الأطقم المدفعية حقهم، التجمعات. تستمر ميليشيات الحوثي باستنزاف أبناء القبائل في حربها الفاشلة من أساسها في جبهة الجوف، فقد استهلك من عناصرها المئات فيسقط الأول تلو الآخر دون اكتراث الميليشيات الحوثية لما يحدث لهم من مجازر، فهي تستعيد حشدها كلما نقص من مقاتلها بالجبهات. فأكثر من أسبوعين تتواصل المعارك باستمرار لم تستطع أن تحقق أي تقدما ميدانيا، رغم أنها تدفع تكلفة باهظة في العنصر البشري. تنفيذ ميليشيات الحوثي الكهنوتية هجوما هنا وهناك ومحاولة تقدم ميدانية ليست إلا محاولة لإعادة غسل ماء الوجه بعد أن فقدت عدد كبير من مقاتليها خلال الأيام الماضية. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوف.